في موضوع مغاير أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرطاطا بيانا شديد اللهجة استنكرت فيه الظروف والملابسات المحيطة بوفاة الطفلة صفاء البالغة من العمر 10 سنوات والتي تعرضت للسعة عقرب قاتلة بدوار أقايجير نقليم طاطا، كما جددت بالمناسبة الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة نداءها بإعادة فتح وحدة إنتاج الأمصال بمعهد باستور. ورقة في الموضوع لرشيد بن زكور. بعدما قضت بالمستشفى الإقليمي لطاطا 12 ساعة وبعدما تعذر على الطاقم إسعافها بما توفر من إمكانيات، أبلغ الطبيب والد صفاء أن سم العقرب وصل أعضاء دقيقة وأن ابنته ستنقل إلى أجدير. وبعدما سلم سائقها 700 درهم بلا أي توصيل، انطلقت سيارة إسعاف قال عنها لحسن لا تصلح حتى لنقل الأصحاء، قاطعة مسافة ناهزت 300 كيلومتر. صفاء فارقت الحياة ساعتين بعد دخولها مستشفى الحسن الثاني متأثرة بسم تمدد في جسمها بعد مضي 19 ساعة من لسعة العقرب. علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة معلقا على وفاة صفاء: دابا الآن هذه مسؤولية مرتبطة بوزارة الصحة للوفاة، ممكن أن الآب يمشي يدعي وزارة الصحة لأنه ما قامش وزارة الصحة بالواجب ديالها تجاه هذه الطفلة اللي عندها 10 سنين مشات للمستشفى ما عندهمش لقاعة ديال الإنعاش واضطرت باش تضرب الترواس كيلومتر باش تمشي لأكادير. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طاطا أصدرت بيانا نددت فيه بحالة تردي الوضع الصحي بالمستشفى الإقليمي والمراكز الصحية القروية بطاطا، مستنكرة تأخير علاج صفاء بعد نقلها مسافة طويلة مما عجل بوفاتها، محملة المسؤولية للسلطات العمومية والصحية وهيئات منتخبة بالإقليم. من جهتها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة جددت نداءها بإعادة فتح وحدة إنتاج الأمصال بمعهد باستور المغرب. يقول علي لطفي: السعودية ومصر يتوفران على وحدات متقدمة جدا، كذلك دولة إيران، هذوم عندهم وحدات متقدمة جدا في صنع أمصال العقارب واللي عندها ليفيكاسيتي كتوصل حتى 100%. هاد ثلاثة الدول الآن كتصدر المنتوج ديالها لأمريكا اللاتينية لأوروبا لواحد العدد دول. حنا المغرب أننا ما فاهمينش علاش بالضبط، واش هذا ضغط من اللوبيات ديال الشركات صناعة الأدوية والشركات اللي هي ليميتي ناسيونال أو كاين أشياء أخرى. الدكتورة غزلان العفير خبيرة التسممات ولسعات العقارب بالمركز الوطني لمحاربة التسمم ترى أن لا جدوى من الأمصال. كاش تهضروا على الأمصال 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 كتغلط الناس وكتخليهم يبقاو كيشوفوا غير الأمصال باش ما يشوفوش في زعما في التحسيس ديالهم وفي التوعية ديالهم، غير بقى ديما يبقى هذاك المريض ولا داك ديما كيبقى خاطب لا الدولة ما دايراش الأمصال ما دايرش الأمصال، الأمصال ما عندهاش ما غير فعالة ولا جدوى منها. حنا درنا البديل راه هو اللي كيت موجودين كنصيفطوا 1200 كيت سنويا جميع الجهات المغرب. ما يقرب من 30,000 لسعة تسجل سنويا بالمغرب وما يزيد عن 40 وفاة بسبب سموم العقارب والأفاعي. وصفاء رحلت عن إقليم أضحى فيه الصيف كابوسا على أبناء البلدة متوجسين من لذغات ولسعات عظايا وعنكبوتيات سامة. خرساء وناطقة رشيد بن زكي.